أعزائي طلبة وطلبات ثانوية عامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 2 من مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للثانوية العامة 2020. وهيكون ضيافتنا الحلقة الثانية مستر محمد السخاوي، خبير اللغة العربية طبعا، وفي كلام كتير عايزين نقوله، في كلام كتير جالنا في خلال الحلقة الأولى وإحنا شغالين اتصالات كتير بصراحة. مستر محمد طبعا زي ما أنتم عارفين عنده 200,000 مشترك أو 200,000 سبسكرايبرز السنة دي بس على اليوتيوب، 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب، فجاي لنا كم اتصالات في القناة بصراحة ربنا يزيده يعني. وعرفنا طبعا من الكنترول اللي هو لما عملوا سيرش عرفوا أنه هو خد درع من اليوتيوب يعني لكم الاشتراكات دي. بالتوفيق دايما طبعا، وبنمس على مستر محمد للحلقة الثانية، مشرفنا، الله يخليك. وطبعا معنا خبير اللغة العربية وكبير أخصائيين اللغة العربية الأستاذ حسن الجزار، رئيس قسم اللغة العربية مدرسة نور الخطيب وسانت كاترين، شرفتنا أستاذ حسن. نشوف مع بعض كده بقى طلابنا الأعزاء، المدرسين الأفاضل اللي معانا مجهزين لنا البوكلت الثاني اللي هنشوفه مع بعض في الحلقة الثانية. واتفضل يا أستاذ محمد. هنبدأ طبعا بالتعبير زي ما قلنا، 14 درجة، 4 للتعبير الوظيفي و10 درجات للتعبير الإبداعي. اتكلمنا في التعبير الوظيفي في البوكلت الأول، وكنا جايبين عبر عن مضمون هذا البيت، وقلت إن هو بيخرج ما بيخرجش من أكتب مقالا، ألقي كلمة في الإذاعة المدرسية. دايما هو بيحاول يخطف الأبصار بلفظ الطالب يتخض منه في الامتحان، إنما هو في النهاية عدد سطور بيلتزم بيه وبياخد الدرجة النهائية بكل سهولة. نشوف النهاردة هو جايب إيه في البوكلت ده. أكتب فيما لا يزيد على 10 أسطر ولا يقل عن 8 أسطر رؤيتك عن شبكة الإنترنت وكيفية الاستفادة منها. موضوع خطير جدا 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 اللي هو الإنترنت أو التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي اللي ليها إيجابيات وليها سلبيات. وبنقول الطلبة ممكن حاجة بنقولها في التعبير الوظيفي تيجي في التعبير الإبداعي نفس الفكرة، وممكن حاجة في التعبير الإبداعي تيجي في التعبير الوظيفي. طبعا الرؤية هو عايز 8 سطور لا يقل عن 8 ولا يزيد على 10 أسطر. احنا بنكتب سطرين أو 3 في خطورة المشكلة، وبنعرفه الأول المشكلة، وبنعرفه بعد كده خطورة المشكلة أو سلبيات المشكلة، وبشوف الحلول إزاي أن نستفيد من الإنترنت. طبعا في حاجات كتير، الإنترنت ده شبكة عالمية للمعلومات، ودلوقتي كمان للتعليم بالنظام الحديث اللي بنتبعه دلوقتي في التعليم وتكنولوجيا التعليم الحديث، لا شك هي دي مظاهر الاستفادة وطرق الاستفادة من الإنترنت. إنما طبعا شو بقى ترويج الشائعات، خلي بالك عشان الموضوع ممكن يجي بصيغة أخرى، ترويج الشائعات ده من عيوب مواصل وشبكات التواصل الاجتماعي طبعا. فالناس تاخد بالها من يعني موضوع التعبير، الطالب بيكتب in general ولا بيكتب بناء على عناصر معينة؟ لا، التعبير الوظيفي طبعا هو بناء على الفكرة العامة، ولكن الرؤية لازم يكون مقسم أفكاره هو بيشتغل، فلازم يعرف لي المشكلة في الإنترنت، لازم يعرف لي بعد كده خطورة المشكلة دي أو سلبياتها، لازم يقول لي حلول وتوصيات أشوفها في الرؤية. زي ما جاب قبل كده في امتحان الثانوية العامة، أنا عايز رؤيتك عن مشكلة المرور، لكن حدد الرؤية فقط. طبعا رؤيتك يعني رأيك، مقترحاتك اللي هي كانت بتجيلهم زمان بكلمة مقترحات، طب مقترحاتك إيه في مشكلة المرور؟ أيوه. والتعبير حضرتك والتعبير اللي هو الوظيفي يعني بيبقى عليه 4 درجات، فهو مش يعني ممكن يجي عن أي شيء، مثلا ممكن مش لازم، ممكن تيجي لافتة، ممكن تيجي برقية، تلخيص، يعني حسب التعبير الوظيفي ده بقى عليه درجات. كان عندهم قبل كده. اما المهاري بعد كده بقى عليه 10 درجات، يعني موضوع التعبير الوظيفي والمهاري 14 درجه. فسهل جدا الطالب يحصل على 14 درجه كاملين يجيبهم. بس هو التعبير بقى اللي هو الابداع بقى لازم ايه، يعني يكون او وظيفي خط يكون كويس. في التعبير اللي هو المهاري برضو اذا كان في عنده يستشهد مثلا بتشعر آية قرآنية، يعني ايه دي بتخليه يحصل على ايه الدرجة كاملة. طالب المفروض يركز في الحاجات دي عشان بتفيد معه في الدرجات، لان على حد معرفتي بالنسبة للتعبير في اللغة العربية هو بيبقى من الاسباب اللي ممكن الطالب ينقص في درجات في الامتحان اذا هو لا معكش الكلام ده يا مستر احمد. زمان في الامتحانات القديمة احنا كنا بنسمع بعض الشكاوى من الطلبة، الشكاوى المشهورة في امتحان اللغة العربية ان هو يطلع يقول انا ما بعرفش اكتب، فانا كتبت 4 ورقات ومفروض كنت اكتب 6 ورقات، فانا نقصت نقصوني 3 درجات في التعبير. اما اروح يكشف عن درجته بعد كده تمام. وكان في مشكله العكس، ان الطالب يسيب التعبير للاخر ويجي يحل النحو
وبعد ما يحل النحو ما يلاقيش وقت ان هو يكتب التعبير. طبعا وكان في مشكله اكتر من كده، فيجي الطالب يقول لي انا سبت التعبير للاخر ما سبتوش عشان الحق احله، فانا حليت التعبير وكتبت فيه 7 ورقات. اقول له برافو عليك، يقول لي بس سبت سؤال النحو. كان يحصل كده. فطبعا كانت مشكله. البوكلت عالج مشكلات كتيره جدا. حدد له المساحه اللي هو يكتب فيها 25 سطر. يا جماعه ده ورقه، الورقه العاديه بتكون من 28 ومن 29 سطر ل 31 سطر. يعني بعد ما كان بيطلب منه بقى 5 ورقات و6 ورقات، ده مطلوب منه ورقه واحده. فلازم يجيد زي ما الاستاذ حسن بيقول، ما اشطبش ابدا. بعض الافكار يقول لك اسيب سطر. حبيبي انت مش معاك كراسه فاضيه، انت معاك بوكلت عدد السطور محدد انت بتكتب فيه. هتسيب سطر ازاي وهو سايب لك 30 سطر؟ فحضرتك لو سبت سطر معنى كده ان ال 30 سطر اللي هو سايبهم لك يبقى انت كتبت 15 سطر. الاسئله برضو عندك في زي الانجليش، يقول لي اسيب مسافه كده زي الباراجراف عندكم 2 سم في اول جمله. اقول له سيب. يقول لي اسيب ما بين كل فكره وفكره او كل فقره وفقره. ما هو يكتبها يا فكره ويشرح يا يجيبها فقرات. فيقول لي اسيب ما بين كل فكره وفكره سطر. لازم تعد عدد السطور عشان ما تسيبش ما بين كل فقره وفقره سطر وفي الاخر تفاجئ ان انت كاتب 5 فقرات وهو طالب 6 فقرات في الامتحان. يعني هو بيطلب 6 فقرات في الامتحان. التعبير يكون شامل الموضوع طبعاً كله عنه عشان ياخد الدرجه كامله. يعني هو بيحدد له عدد الفقرات اللي بيكتبها طبعا. ولا يقل عن ولا فيما لا يزيد عن 6 فقرات متضمنه 25 سطرا. يعني ظبطي بقى عن كده. يعني في حوالي كده. يعني اللي بيخليني الموضوع انا بحس الموضوع الطالب لم الموضوع وكتبه. الاتصال اللي كان بيقول لحضرتك دلوقتي، اللي كان بيقول لحضرتك بحفظ موضوع. طبعا ما فيش الكلام ده، لازم عنده الملكه للكتابه. مقدمه ما فيش المقدمات مقدمة خالص. لا يحفظ لي مقدمه في التعبير، ما عادش الكلام ده. خير مقدمه هي شرح راس الموضوع. تمام. تعال نشوف الموضوعات. الابداعي تنتشر في كافه ارجاء مصر حركه تشييد واسعه لمشروعات عملاقه. شوف الكلام بقى. شوف المشروعات والمدن، وفعلا مصر بتتغير. احنا بننتظر في النهايه تغير وجه الحياه. احنا لسه في الصفحه الاولانيه. يا ريت المخرج يجيب لنا الصفحه الاولى. يبقى تنتشر في كافه ارجاء مصر حركه تشييد واسعه لمشروعات عملاقه. احنا بننتظر الكلام ده. طبعا الفتره دي لا شك ان مصر فعلا بتتغير، وده بيظهر في الزراعه وفي الصناعه وفي المشروعات اللي بلد بتعملها. ستظل الوحدة الوطنية السياج الآمن والحصن الحصين. طبعا أول ما أقول ستظل الوحدة الوطنية السياج، خلاص هم مش هيكملوا القراية، لأنه عرف أن أنا بتكلم على الوحدة الوطنية. وأول ما يعرف أن أنا بتكلم على الوحدة الوطنية هيتكلم بقى على علاقة اللي عندهم في نص الكنيسة نورت عنصري الأمة مسلمين ومسيحيين. الصفحة اللي بعد كده فيها القصة بتاعت الأهم السيرة الذاتية، وقصة في 6 درجات، وعاوز الناس تركز جدا جدا في الأسئلة. الحصن الذي كان الصبي يحتمي به من الأشباح، أنا مش هكمل لأن طبعا السؤال سهل جدا. اللحاف طبعا من الرأس حتى القدم. كان في سؤال تكملة للسؤال ده، ولا يترك الصبي نافذة من تحت هذا اللحاف حتى لا تمتد يدي عفريتا له بالغمز واللمز عليه. تفكير الأم الأطفال الصغيرين جدا، يعني هو في تفكيره أنه هو لا يترك نافذة. يعني حس أنه لو ترك شيء الشيء ده ممكن يبعث فيه. النظرية اللي كانت في دماغه ان عند اغلاق المصباح ستصعد العفاريت من باطن الارض. دي كانت نظرية في دماغ الصبي. كان ترتيب الصبي من اشقته الخامس. هو كان خامس من اشقاته اللي هم 11 11، كان ترتيبه الخامس. وكان سابع من 13 من ابناء ابيه، لان ابوه كان عنده 2 تانيين. عظمه ما كانت علل. شوف بقى الاختياري مستر احمد، انت كنت تسالني ما فيش اختياري في البوكلت. تمام. الصفحه اللي بعد كده هو اجب عن الف او باء فقط. عظمه ما كانت الفتى الازهري في قريته، لانه درس في الازهر الشريف وحفظ القران الكريم وحفظ الفيه ابن مالك ومجموع المتون. الكتاب اللي هو طبعا حفظه ده كان سبب في منزله الاخ الازهري، ويمكن كان الصبي نفسه يلتحق بالازهر عشان يصل الى مكانه الاخ الازهري. السؤال اللي جاي ده أنا شايف إن هو سؤال منتشر جدا في نماذج الاسترشادية. أنكر الصبي علل أنكر الصبي أسلوب العنعنة الذي كان يتبعه الشيوخ في درس الحديث عشان بيصيبوا بالملل، وكان لا يفهم معنى هذه الأسماء ولا لتتابعها. فعلا هو
ما بيفهمش أما كان الإمام يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هو بيقول إن المكان ده أو الكلام ده ملوش لازمة لأنه بيصيبه بالملل، وبيقول ما أجمل أن يتقطع وينقطع الإمام ويدخل في الحديث مباشرة. طبعا الكلام ده خطأ طبعا، ولكن كان هذا يذكره بإمام المسجد في القرية، لكن بيذكره بإمام المسجد، فهو كان يتمنى أن ينقطع أسلوب العنعنة عن الحديث، فكان يحب الحديث ولكنه يكره العنعنة. ودي طبعا سند الحديث. وضع علاقة أحداث وصور. بعد إذنك قبل ما ننتقل للسؤال رقم 6، أنا عندي سؤال هنا رقم 5 ألف وباء. هو بيختار واحد بس. طب لو أنا كطالب جاوبت الاثنين. بلاش. بلاش. ما منصحش الطالب ليه؟ أولا أنت هتضيع وقت. تمام. يعني أنت هتضيع وقت. ثانيا المقدر أو المصحح يعني لما بيشوف السؤال وحضرتك أنت عارف القصة دي، لو شافه هو حلل صح خلاص. فبعض الناس يقول بقى أنت عارف أن دي تعليمات. ممكن خيال الطالب يروح أن أنا جاوب الاثنين. واللي هيجيب المصحح اكتر يدي له الدرجه. والله انا في تعليمات بتتوزع زي ما حضرتك عارف في لجان التصحيح. تمام. فربما يحصل حاجه من التعليمات تكون في غير مصلحه الطالب. ان هو انا هقول سؤالين فياخد درجه الاعلى. وبعدين انا بقول لكل الطلبه حضرتك واثق من اجابتك؟ طب انا واثق من اجابتي، طب انا اضيع وقتي ليه؟ ما اضيعش وقتي. انا معاك. لا انا بسير بس النقطه بحيث توضحها للطالب. ما بنصحش اي طالب يفضل ان هو يعمل اجابه واحده ويراجع طبعا الاجابه اللي هو كتبها بدل ما يقعد يحل وفي الاخر بياخد نفس الدرجه. تمام. وضع علاقه احداث وصور الماضي في السيره الذاتيه بالحاضر. ده سؤال من مقدمه السيره الذاتيه، ويمكن مقدمه السيره الذاتيه بيجيب منها نقطه او نقطتين. حصل الكلام ده في امتحانين عشان الناس ما تتفاجئش لو شافت حاجه منها. بيقول ان صور السيرة الذاتية ترتبط بالحاضر وتتلون بالحاضر وتتحرك بدوافعه. ازاي؟ انا عاوز الناس تفهم. يعني انا دلوقتي عايش في الحاضر، فانا بحكي عن نفسي وانا صغير، فهي دي السيرة الذاتية. لو انا كان الحاضر قاتم وحزين ومظلم، فاتذكر عندما كنت صغير هذه الاحداث. يعني هو بيفتكر الحاجات القديمة التي تشبه حاضره الان. إن كان حزينا عندما كان أو في الحاضر فيتحدث عن صفات ومراحل ومواقف الحزن عندما كان صغيرا. طب ليه؟ لأن السيرة الذاتية تتلون بالحاضر وبدوافعه. السيرة الذاتية ما بتيجي تتكلم عن نفسك وانت صغير، فلا شك إن أنت بتربط أحداثك الحاضرة بأحداث الماضي. عشان كده شفنا أسى وحزن كتير في كتاب الأيام للصبي. علل. خبز أن الصبي بعد حضور أول صلاة له في الأزهر وجد الصلاة هي هي، والوقت هو هو، والخطبة هي هي، لا أطول ولا أقصر. كل ما كان يميز الإمام أنه عالي الراءات والقافات. طبعا دي النظرية اللي موجودة لحد دلوقتي، أن سكان المدن والمحافظات هو متخيل أن الصلاة في الأزهر أو في سيدنا الحسين المسجدين دول بالتحديد حاجة يعني وكأنه سوف يصلي في المسجد النبوي. وفي اختلاف. لا، هي مساجد طبعا لا شك أن هي عريقة ومساجد مهمة عندنا، ولكن الصلاة هي هي والوقت هو هو والخطبة هي هي. كل ما يميز الإمام أنه عالي الراءات والقافات. تمام. أجب عن ألف أو باء فقط. بما تفسر تمنى الصبي أن تتقدم به السن 6 أو 7 أعوام. طبعا السبب في الموضوع ده هو أخوه ومطالعات أخيه في درس الفقه. هو نفسه يكبر وتقدم به السن عشان يستطيع أن يفهم العلم وبالتحديد علم الفقه. وبعد إذنك هو حتى يعني بيحكي أنه يحب العلم وكان بيسمعهم هم بيتكلموا، فكان بيتمنى يعني يشاركهم، لكن هو عارفش بنزل سنه صغير وهم أكبر منه، فكان مش قادر لا يستطيع أن يفهم كلماتهم وألغازهم. عشان كده بيتمنى أنه هو تتقدم به العمر. تمام. علل أو بما تفسر ابتهاج الصبي بالذهاب إلى شيخه في الفقه والنحو لأنه سمع اسم الشيخ هذا الشيخ مرة وألف مرة على لسان والده، وكان قاضيا في الإقليم عندهم قاضيا شرعيا، وكان أستاذا للأزهري، وكانت أم الصبي تكره زوجته وتقول أنها جالفة وهوجاء تتكلف زي المدينة. طبعا لا شك ما بيسمع شيخ أو يروح يدرس عند حد كان أخوه كبير بيدرس عنه، لا شك أنه بيكون فرحان جدا لأنه سمع الاسم ده كتير وهو صغير. أبو الريحان البيروني، في أي قائمة تحوي أسماء أكابر العلماء يجب أن يكون لاسم البيروني مكانه الرفيع. ومن المستحيل أن يكتمل أي بحث في الرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو التاريخ أو علم الإنسان أو علم المعادن دون الإقرار بمساهمة البيروني العظيمة في كل علم من تلك العلوم. طبعا شخصية مهمة جدا البيروني، وشخصية من علماء ومن أعظم ما جاء بعلماء العرب. مرادف مساهمة مشاركة
مفرد أكابر أكبر. ما موقف المؤرخين الأجانب من علماء العرب؟ سؤال مهم جدا. قلة من المؤرخين الأجانب هم الذين قد أنصفوا علماء العرب، لأن البعض والجميع الأغلبية الساحقة قد أعماها الحقد والتعصب، ما بيعترفوش بعلماء العرب. كان بيجيب نسبة 2% هم اللي بيعترفوا بعلماء العرب، ولعل الدافع في ذلك لو سأل الطالب الحقد والإيه والتعصب. والعلماء بتوعنا يعني بهنا بيبين البيروني، مش هو فقط هو البيروني، هو ده جاب يعني معاه نماذج ابن سينا والحسن ابن الهيثم. الحسن ابن الهيثم يعني في علماء كتير جدا. تمام، نتكلم على العلم في العرب. يعني لو اتكلمنا احنا درس هم العلماء، هنلاقي ان الحضاره اصلا جايه من عندنا، من العرب اصلا. واوروبا كانت بتاخد مننا، هم دولت بيحاولوا يداروا عننا الاشياء دي كلها. الدافع في ذلك هو الحقد والتعصب. علل، تميز البيروني بالصفات الاساسيه التي تخلق العالم وتميزه. طبعا هنا بيتكلم على صفات وليست علوم، العبقريه الفذه والذكاء النادر المتوقد والصبر والمصابره والمثابره. خلي بالكم ان في مثابره هنا بالثاء المداومه، ودقه الملاحظه والبراعه في الاستقراء والزهد في المال والعلو عن الصغائر. البيروني سال الثلاثه، الاستاذ حسن السؤال اللي كنت حضرتك بتقوله، علل البيروني سال الثلاثه، الحسن بن الهيثم وابن سينا والبيروني، هم دول علماء العصر الذهبي الذي كان من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن الخامس. هنا برضه استاذ محمد، مش بتلاقي عالم في ماده، لا في كذا حاجه، في العلوم، في العلوم يعني تلاقي في طب، بتلاقي مثلا في الرياضه. يعني احنا عندنا بس يقول ايه ده عالم في كذا، لا ده عالم في كذا حاجه. عشان كده السؤال اللي فات في النموذج الاول اللي هو عبقريه النادره، فخر بالعرب، مهتمين بالعلم. العلم في الاسلام، لا حد اذن في الاسلام لما يمكن ان يستنبطه العقل البشري من انواع العلوم التي تتعلق بمصالح الناس المتغيره من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. وهذا العلم الذي دفع فقهاء الاسلام الى اعتبارات الصناعات، مثلا فروض كفايه، انا عرفت هيسال في ايه، والصناعات التي تقوم على اساس العلم المادي. طبعا هو هيتكلم اول حاجه عن فرض الكفايه، اذا فعله احد سد عن الاخرين. العلوم، دراسه العلوم الحديثه فروض كفايه، عكسها فرض العين الصلاه. يعني انا عايز اقول مش كل الناس هتدخل طب وصيدله وهندسه، لان العلوم الحديثه هي دراستها عباده لله، ولكنها فروض كفايه. اصل الصناعات فروض كفايه، وفرض الكفاية إذا فعله أحد سد عن الآخرين. إنما فرض العين ده مكلف على كل إنسان عاقل بالغ. الصلاة والصوم والزكاة. ما ينفعش الظهر أذن فيقوم واحد فينا يصلي صلاة الظهر فسقطت الصلاة عن الحاضرين، ما فيش الكلام ده، ده فرض عين. لا حد إذن تدل على اتساع البحث. مضاد المتغير الثابتة، هتم الفقرة السابقة، ما يبطل قول البعض أن الإسلام يعني بأحكام وأداب فقط. عاوز الناس تاخد بالها من الأسئلة اللي شبه دي. هو بيقول هات من الفقرة السابقة، إذا أي إجابة توضيحية الطالب هيطلعها فهينقص عليها الدرجة، لأنه عايز جملة بتدل أن الإسلام مش علم ديني بس. أنا شايف الجملة في السطر الأخير أما كان بيقول الصناعات تقوم على أساس العلم المادي، لازم أطلع له العبارة من الفقرة وبعد كده أوضح. إنما في طلبة بتوضح وما بتطلعش العبارة، وده خطأ. ما المقصود بالعلم الكوني والعلم المادي والعلم الديني؟ أنا عايز الناس تقول من كل حاجة من اسمها. العلم الكوني هو الذي يبحث في الكون، مثل علم الفلك. والعلم المادي هو الذي يبحث، ده الكوني، المادي الذي يبحث في المادة مثل الذرة. والعلم الديني هو الذي يبحث في أحكام الدين وأدابه، مثل العبادات والفقه والمعاملات، أو الفقه اللي هو بيناقش العبادات والمعاملات. ما المقصود بفرض الكفاية؟ مش هيعديها. فرض إذا فعله أحد سد عن الآخرين. ننتقل بعد كده للصفحة اللي بعد كده، سؤال الأدب. حدد وسائل تلامذة الباروتي للسير على نهجه ممثلا. طبعا اللي هي كيف اتصل هؤلاء بالبارودي، أنواع التلاميذ، تلاميذ بالمشافهة، أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعائشة التيمورية وعبد المحسن القاضمي وأحمد محرم، وبالمراسلة أمثال شكيب أرسلان الشاعر السوري، وتلاميذ وطلاب عن طريق القراءة بما نشر له من أشعار في كتاب الوسيلة الأدبية الذي ألفه أستاذه حسين المرصفي. تمام. علل، هاجم شعراء الديوان شعراء الإحياء والبعث حتة ما بين السطور، وحتة مهمة جدا جدا لأن هي دي في المآخذ اللي الديوان خدوها على الإحيائيين. هاجموهم، كان كاتب في كتاب المدرسة، هاجموهم لعدم وضوح شخصياتهم الشعرية
وذلك لمعارضتهم الشعر القديم. لما اقول هاجموهم ليه؟ تقول لي لعدم وضوح شخصياتهم الايه؟ ها؟ الشعريه. طب اقول لك بقى ليه شخصيات الإحيائيين الشعريه مش واضحه؟ لاعتمادهم على المعارضه او المغارة مع القدماء. طب انا عايز اقول اعتمادهم على معارضه الشعر القديم، عايز افهم يعني ايه؟ يعني هم كانوا بيروحوا يجيبوا قصيده على وزن وقافيه شعر قديم وبينظموا عليها قصيده، وهذا ما فعل في غربه وحنين لاحمد شوقي عندما ذهب ومال الى سيني البحتري وجاراه وحكاه في السينيه المشهوره، فهما من بحر واحد وهما من قافيه واحده. عشان كده بيفرقوا لنا بين المزاهه الكلاسيكيه اللي هي القديمه والرومانسيه او الرومانتيكيه، بمعنى صح بيذكروا العيوب بتاعتهم. المآخذ. المآخذ بتاعتهم. يعني بيعتمد على اشياء بينقدوها في مدرسه اللي هي الاحياء والبعث. تمام، منها اتخاذهم من النماذج البيانيه القديمه مثلا الاعلى في شعرهم وطغيان الجانب البياني، طبعا هم اللي العقاد والمزن والرفع عموما. عشان ممكن يجي سؤال يعني يقول له فرق مثلا بين خصائص مثلا مدرسه الاحياء والبعث وخصائص مدرسه الديوان. ايوه فعلا، يعني يبقى ايه، يبقى عارف الطالب هيعرف ان في فرق بين هنا وفرق بين هنا من خلال المآخذ. المآخذ اللي كانوا بياخدوها عليهم. تمام جميل. على الاتجاه مدرسه ابولو لتجديد والاهتمام بالعاطفه الجياشه، في سؤالين الطلبه بتلخبط بينهم في مدرسه ابولو. الاهتمام بالعاطفه الجياشه عشان الافاده من خليل مطران والصراع الناشئ بين الاحيائيين والديوانيين. استفادوا من خليل مطران والصراع الناشئ بين الاحيائيين والديوانيين وشعر الديوان الرومانسي والمترجم ومقالاتهم وكتبهم النقديه. بيقولوا بقى علل اتجاه ابولو وجهه عاطفيه حاده، ده سؤال بيلخبطوا فيه. لما اقول عاطفه جياشه تتكلموا على صراع الناشئ بين الديوانيين والاحيائيين وخليل مطران، لما اقول اتجاههم وجهه عاطفيه حاده تقولي لانهم تاثروا بادب المهاجر وبالتحديد جبران خليل جبران. ما دور نجيب محفوظ في النهوض بالروايه؟ بلغ نجيب محفوظ قمه الذروه والذروه الابداع وقمه الابداع عندما حصل على جائزه نوبل في الادب في فن الروايه عام 1988، وكان هذا في ثلاثيته الشهيره بين القصرين قصر الشوق السكريه. الثلاث روايات اللي هم اتعملوا ثلاث افلام سينمائيه بتحصي السيد، مفيش حد في العالم ما قراش الكتب او شافها كاعمال سينمائيه. ما التغيرات التي طرأت على عناصر الروايه؟ اصبحت كل عناصر الروايه تحاكي الواقع، لاننا هنا لا نقبل الا الروايه الواقعيه. طيب لو جاب سؤال خاص داخل عناصر الروايه واتكلم على مثلا وقال الاحداث، الاحداث لابد ان تكون واقعيه وحتى وان كانت متخيله، يعني لو الكاتب حتى بيتخيلها في الفيلم او الروايه لازم تكون واقعيه عشان نقبلها. والاشخاص اللي هم الشخصيات لابد ان تكون الاشخاص من طينه البشر وليس كائنات خرافيه، كلام جميل يبقى فعلا. طب تدور الاشخاص في مكان معلوم كشارع في المدينه او حي من احياء القاهره او قريه، وتدور في زمان قد يكون زمان معلوم كذكر يوم او شهر او حدث تاريخي. اللغه مهمه جدا جدا في الروايه، دلل على كل الناس بتكتب السؤال. تغير لغه الروايه بتختلف، يعني مثلا في روايه تبقى تاريخيه تتكلم عن التاريخ واسلام مثلا عن طالب بن شداد، يعني ولكن احنا بنميل بنميل هنا الى الروايه الواقعيه. الواقعيه تبقى احداثها موجوده يعني في الواقع، تحاكي الواقع. تحاكي الواقع، عشان كده هم بيقولوا اصبحت عناصر الروايه تحاكي الواقع كل عناصرها. سؤال اللغه دلل على تغير لغه الروايه في العصر او في ادبنا الحديث. الناس تكتب السؤال ده مهم جدا. اصبحت لغه الروايه من قبيل ما يتخاطب به الناس في حياتنا اليوميه، تحاكي الواقع تحاكي الواقع. عشان كده بيقولوا دلوقتي، يقول لك الافلام بقت مبتذله اللغه في السينما، فيشتكم دلوقتي هم مش عارفين ان الافلام ده فن عندنا احنا، فن الروايه فن ادبي، فيقول الالفاظ مبتذله في الافلام. ما هي عشان دي اللغه التي كانت من قبيل الواقع واصبحت في شريحه معينه من المجتمع. طبعا طبعا. يبقى الروايات تختلف بقى، في روايه تاريخيه خياليه حقيقيه واقعيه. تمام، حسب ايه النوع بتاعها. جميل. يا مصر حبك في الفؤاد كبير وله اريج وطيب وعبير. يبقى انا فهمت كده من اول كلمه الاستاذ محمد صلاح يتكلم عن حب مصر، يعني من اول قال ذكر مصر. يا مصر حبك. الطالب يطمئن بقى، يعني هيقدر يبدع. في الفؤاد كبير وله أريج طيب وعبير، هو دوحة أخصانها كعروقنا يمتد فينا عطرها المسحور، هو ذلك الجبل الأشم الشاهق المرتفع كمجدنا رغم الزوابع راسخ ووقور. أنا بميل إلى القطع والأبيات الوطنية،
انا بميل دايما في البلاغه للابيات الوطنيه، ويمكن دي اكتر ابيات ممكن يفكر ان يجيبها في الامتحانات. خلي بالك لازم بيدربوا، ممكن يستشهد بيها لو بيتكلم عن مصر مثلا، ممكن يستشهد باي بيت من ابيات الشعر. طبعا يعني البلاغه لها اشكال اخرى غير ابيات الشعر. طبعا في بلاغه، طبعا في بلاغه نثريه ممكن يجيب له فقره من النثر. بس الموضوع عادي خالص، هو بدل ما بيقول بعد قراءتنا للابيات السابقه بيقول بعد قراءتنا للفقره السابقه، ودي ما حصلتش غير مره واحده في امتحان ثانويه عامه ومن قديم الزمان. انا عاوز اقول له هو دايما الشكوى، هل انا هفهم ابيات البلاغه؟ انت لازم ما تفهمش ابيات البلاغه غير بعد ما تقراها مره واتنين. طب هل في بعض الكلمات ممكن تكون صعبه؟ لازم تكون في بعض الكلمات صعبه، ولكن الطالب الذكي العبقري الناجح هو اللي ما يظهرش في الشرح ان في كلمه صعبه. السؤال الاولاني يفهم المضمون العام. طبعا التجربه الشعريه الناجحه هي ما تمتزج فيه الافكار الجيده مع المشاعر الصادقه. السؤال اللي قاله الاستاذ حسن سؤال الامتزاج فعلا في اول، فعلا السؤال اللي هو في هنا اول سؤال امتزاج اللي هو الفكر بالوجدان. يبقى انا هشرح الابيات ديت بس بطريقه مختصره جدا، واذكر واذكر بعض الفاظ كده برضو فيها عاطفه نهر. عاطفه والفاظ عاطفه الشعر، ولازم الفاظ كمان. عشان كده احنا لهم هم في دخله كده، لقد نبعت افكار الشاعر من خلال عاطفه قويه وصادقه الا وهي كذا، زي ما بيكتب في نموذج الاجابه يكتب العاطفه، حيث دارت افكاره حوله ويشرح الابيات شرح باجمال. ما يقولش بقى يقول في البيت الاول ويقول في البيت الثاني، وقد دلت عليها الالفاظ مثل كذا وكذا وكذا وكذا. ممنوع الصوره في يا مصر كتير جدا جدا بينخدعوا من الصفحه اللي بعد كده. الصفحه اللي بعد كده بنطلب من مخرجنا العظيم، ممنوع الصوره في يا مصر استعاره مكنيه، شبه مصر كانها انسان يناديه، وقلت انسان يبقى سر جمالها التشخيص وبقول قيمتها الفنيه، روحي طبعا بالحب والتعظيم. برضه يا استاذ محمد يعني كلمه يا مصر هي يعني داخله في حاجتين. طبعا اللي داخله اول زي ما قال استعاره مكنيه، شبه مصر كانها انسان يناديه، سر جمالها التشخيص، وتنفع برضو اسلوب انشائي. هو طبعا يعني هنا دخل فعلا، يعني لو قال له طلع اسلوب انشائي في البلاغه برضو هيقول له يا مصر، برضو يا مصر احنا جبناها في يعني الامتحان اللي فات. يعني نوع الاسلوب في يا مصر طبعا اسلوب انشائي لداء غرضه التعظيم. يعني هو طبعا العلبة تنخدع يا استاذ حسن في الحته دي، ال 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 يضحك عليه في كلمه يا مصر فيجي يشوفها الولا فيلاقيها كلمه واحده فيقوم قايل استعاره تصريحيه. لا طبعا ده هو بينادي على مصر وكانها انسان في تشخيص. وبرضه بعيد تاني وبكرر القيمه الفنيه يا جماعه مش هي سر الجمال، والنبي الناس تركز في دي، القيمه الفنيه مش هي سر الجمال. شوف الجمله بتوحي بايه، شوف الجمله بتعبر عن ايه، ولا شك ان القيمه الفنيه لها علاقه وثيقه بالعاطفه. يعني لو طلع صوره خياليه يطلع يا مصر، ولو قال له طلع اسلوب انشائي مثلا هيطلع يا مصر برضه. يعني دخله جميل. هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيات؟ سؤال يعني مهم جدا وسهل جدا. نعم تحققت الوحدة الفنية، اتفاق وحدة الموضوع يكتب العنوان مع وحدة الجو النفسي والشعوري والعاطفة، فالأبيات مترابطة ومتماسكة، فلا يمكن حذف بيت أو تقديم بيت على آخر. الوحدة الفنية موضوع وعاطفة، ويقول الأبيات مترابطة ومتماسكة فلا يمكن حذف بيت أو تقديم بيت على آخر. الكنيسة نورت، القصة القصيرة طبعا، وكان من نصيب الامتحان اللي فات، ممكن نشوفها في الامتحان ده مش عارف. من أكثر صور تلك الأيام التصاقا بذاكرتي وذاكرة أبناء جيلي من أهل المنطقة، صورة انتظارون مدفع الإفطار على شاطئ النهر، كنا نتجمع عشرات الأولاد على الحافة، وكان الشاطئ الممتد ينتهي بانحناء تحت كبر بابا الكبير، وداخل هذه الانحناء كان مدفع رمضان الرابط. طبعا هو جاي بالحتة اللي بتلتصق بذكرياته، الحتة بتاعت انتظارهم. ضوء سريع كده في دقائق وبسيطة على الكنيسة نورت، زي ما اتكلمنا على من صور التكافل الاجتماعي في البوكلت الأول. الكنيسة نورت طبعا إبراهيم أصلا هنا من سكان إمبابة، المنطقة الشعبية الجميلة اللي بتقابل حي الزمالك، وكانت على شاطئ نهر النيل. وطبعا هو بيحكي قصة قصيرة، وهي مدى الامتزاج بين عنصري الأمة مسلمين ومسيحيين. لما كان في إمبابة ومظاهر الاحتفال، مظاهر الاحتفال بقى بشهر رمضان الكريم، وكان في حد لفت نظره وهي عائلة عم منصور المسيحي. عم منصور المسيحي ده اللي كان بيجاورهم في قعدة الشاطئ، والراجل ده عمل مشاركة وجدانية كتيرة جدا، فكانوا يساهمون في دفع القروش القليلة، كانوا يساهمون في دفع القروش القليلة من أجل تزيين الحارة. عاوز يزين الحارة،
فيدفع معاهم ولا يفطرون الا مع الاذان، لا يفطرون الا مع الاذان، فده يدل ان هم بيشاركوا وجدانيا. وكانوا طبعا في اخر يوم بيحملوا الواح من الصاج بنرص عليها الكعكه والبسكويت والغريبه، وده بيدل على تنوع الطعام. اكتر حاجه هي ملتصقه بذاكرته ودي حته مهمه، لما كانوا بينزلوا وهم صغيرين تحت الكوبري بتاع امبابه في انحناءه بيستقر فيها مدفع رمضان الرابط المقيم، ما بيبانش منه حاجه، ويقعدوا يبصوا على المدفع كده لحظه انطلاق مدفع الافطار، وهم بيبصوا على المدفع لفت نظرهم مبنى مختف او شبه مختف عبر الفروع والاحصان. المبنى ده كانت نوافذه نحيله ضعيفه، وده بيدل على القدم والاصاله، وكانت متباعده وده يوحي بالاتساع. المبنى ده النور الاحمر قد فيه، فغنوا بسرعه وقالوا من الكنيسه نورت، الكنيسه نورت. ومع لحظه اناره واضاءه الكنيسه تم اطلاق مدفع الافطار، وهذا يعني المشاركه والامتزاج القوي بين عنصري الامه مسلمين ومسيحيين. طبعا لا شك ان هي حته جميله، اللوحه اللي هو رسمها وهو قاعد عايز يقول الدنيا صيف. شوف بقى ابداعه في القصه القصيره، فبيقول البلح الاحمر طلع، او بيقول ويكون النهر طافحا بالمياه، كلمه طافحا ممتلئا، ودي كنايه مش استعاره مكنيه بتدل على غزاره وفيضان نهر النيل. وبيقول كمان وتكون الدنيا صيفا والبلح الاحمر طلع، مضاد نتجمع نتفرق، مرادف طافحا ممتلئا، جمع صيف اصياف. تبرز الفكره السابقه اجمل الذكريات التي لم تفارق خيال الكاتب، هنشرح. وضح الخيال في اكثر الصور التصاقا بذاكرتي وذاكره ابناء جيل استعاره مكنيه، شبه الذكريات وكانها شيء مادي مع الذاكره بيلتصق في تجسيم. طب قيمتها الفنيه ايه؟ توحي بشد تاثير الذكريات ورسوخها في نفسه. وضح بعد اذنك برضو، عشان يعني لاحظت برضو كده ان هو هنا باستعاره بس انا الصوره الخياليه بنسميها بقى هنا صوره جزئيه، لان في طلبه جاي لها حاجه اسمها لك عايز صوره كليه، نخلي بالنا من ديت بقى حتة صوره مهمة كليه جدا. بقى صوت وحركه ولون يعني تختلف، لان الطالب ممكن يخلي باله من النقطه ديت، يقول له استخرج صوره كليه او صوره جزئيه. الصوره الجزئيه اللي هي التشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز. تمام. صح، سؤال مهم جدا. لكن الكليه عشان ما تلخبطش. جميل. كليه صوت حركه ولون. وضح الدلاله الفنيه لعيوننا المصوبه، طبعا توحي بالاهتمام والتركيز. ركز الكاتب في سطور قصته على فكرة المشترك الإنساني بين الأديان السماوية، تعليق كتاب المدرسة، طبعا بيتكلم على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين منذ مجيء الفتح الإسلامي والعهدة العمرية، ثم بعد ذلك ثورة 1919. حدد من خلال الفقرة السابقة زمن القصة، جت في امتحان السنة اللي فاتت، الزمن طبعا الصيف، ومظاهره فيضان النهر ووجود البلح الأحمر. ما سمات القصة القصيرة من خلال تحليلك للفقرة السابقة، طبعا هو بيجيبها من التعريف وبيضحك عليه هنا في السؤال وبيخدعه، طبعا سماتها من التعريف. القصة القصيرة ليست اختصارا للقصة الطويلة، إنما هي عمل فني يتميز بالإحكام، محدودة الشخصيات، قليلة الأحداث، قصيرة المدى الزمني، التعبير يكون في غاية الإيجاز. المساء مرت خلال غمامتين تحذرا وتقطرت كالدمعة الحمراء، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمع لرسائي، وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي. طبعا تحضر يعني تنحدر، عكسها ثباتا، جمع المرآة المرايا. اعرض بأسلوبك ما تضمنته الأبيات، هيشرح الخيال في يومي في المرآة. طبعا يومي مجاز مرسل، علاقته الجزئية وسر جماله طبعا الدقة في توضيح العلاقة والإيجاز. والمرآة استعارة تصريحية، شبه الغروب بالمرآة وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. ما رأيك في استخدام الشاعر كلمة أدمعي؟ حتة مهمة جدا. طبعا كان بيبكي على نفسه مع آخر دمعة للكون، طبعا آخر دمعة للكون، آخر دمعة للكون المتمثلة في سقوط الشمس. هو ربط بين غروب الشمس وبين موته، لو الغروب اكتمل ده آخر دمعة للكون، والشمس هتسقط بين الغمامتين أو السحابتين، ولما هتسقط بين الغمامتين أو السحابتين هو كده الغروب اكتمل والشمس ماتت، وهو أيضا سوف يموت. فعندما شعر أنه سوف يموت فيقول أدمعي لرسائي، بكى على نفسه أدمع. الأدمع تكون جمع قلة، والإنسان لو عرف أنه هيموت لحيجيله انهيار، فهيبكي على نفسه دموع جمع كثرة، ولكن له العذر حيث قال آخر أدمعي، وآخر الدموع تكون بالطبع قليلة. طيب، السحر فيك السحر ينشده، والحب فيك بكل خافقة تجدده، مهما استبد الليل يا وطني بك أنت كالرؤيا نبدده، بهواك بالشطآن بالأزهار بالأعمار مثل النار نحصده، بنسيمك الهافي نمزقه وبموجك الصافي نحرقه. طبعا أهواك يا وطني محمود حسن إسماعيل شاعر الكوخ، مرادف الهافي المتحرك، جاء
جمع الرؤية، الرؤى بما توعد الشعر الاستعمار وظلمه واستبداده، واضح ان هو يحارب الاستعمار بكل حاجة عندنا في الوطن، بالشطآن وبالأزهار وبالأعمار مثل النار نحصده، وبنسيمك الهافي نمزقه، وبموجك الصافي نحرقه. طيب وضح الخال في كلمة الليل، أهجت كلمة واحدة هي اللي كنا بنقول عليها استعارة تصريحية، شبه الاستعمار بالليل وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، بس بيطلب قيمته الفنية بيدل على قسوة وحشية الاستعمار. بما تتسم صور محمود حسن إسماعيل، الصور الخيالية تتسم بالكثرة والتتابع والإفراط في كثافة وتداخل. وصلنا لعشرين درجة، لكل عصر هدف. مبتدأ مؤخر، أنا شايف مبتدأ مؤخر أهو في هدف، يقتضي مثالا من العمل والسلوك يؤدي إليه ويحققه. وهذا المثال بدل مطابق مرفوع بالضمة، من العمل لا يكفي أن يدعى إليه بالكلمة الطيبة والتربية الرشيدة، بالكلمة الطيبة. أنا شايف معرفة ومعرفة، يبقى المعرفة الثانية نعت، وشايف الكلمة مجرورة. بيقولك لا يكفي أن يدعى إليه بالكلمة الطيبة، يبقى نعت مجرور، نعت مجرور. كمل، والتربية الرشيدة، ولكن أن يتجسد في قدوة رائدة ويتقرر في قيادات المجتمع، وعند ذاك فقط يصبح للكلمة الطيبة فعلها وللتربية أثرها، ويسمى المثال تقليدا عاما في الشعب، تجنى ثمراته. طبعا تجنى ثمراته، أنا شايف نائب فاعل، نائب فاعل هو مرفوع بالضمة، وشايف الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه طال الوقت أو قصر. تعالى كده بسرعة نشوفه عاوز إيه. استخرج من الفقرة جملة وقعت نعتا واذكر محلها الإعرابي، لكل عصر هدف عام يقتضي مثالا من العمل والسلوك. طبعا جملة فعلية قبلها نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. طبعا دي جملة فعلية في محل رفع، في محل رفع نعت. استخرج من الفكرة مضارعا منصوبا مع ذكر السبب. طبعا عندي كلمة أن يدعى إليه منصوبة بأن، وعندي ولكن أن يتجسد برضو منصوب بأن، والأداء أن، وعلامة النصب طبعا هي الفتحة، هو طلب الأداء ما طلبش العلامة. استخرج من الفقرة اسم مكان واذكر فعله، المجتمع، وفعله طبعا اجتمع، ده فعل غير ثلاثي، جاء بميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر زي اسم المفعول بالضبط. استخرج من الفقرة مصدرا رباعيا، المصادر مهمة جدا، تربية والفعل ربى، دايما تربية وتنشئة، الناس تاخد بالها من المصادر دي. كم من رجال ساهموا في خدمة الوطن، اجعل كم استفهامية، واضح ان كم هنا ملهاش إجابة. كم من رجال ساهموا كتير جدا، دي كم الخبرية، وتمييزها هنا مجرور بمن، هو عايزها استفهامية، يبقى أقول كم رجلا ساهم في خدمة الوطن، اللي مش هينصب رجلا هينقص، واللي مش هيحط علامة الاستفهام هينقص، خدوا بالكم. يصبح المجتمع ناجح، اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون، سؤال من تانية ثانوي مهم جدا، والله ليصبحن المجتمع ناجح. لما يقول واجب التوكيد أقوم جايب والله قبل الفعل، وأقوم جايب اللام قبل الفعل والنون بعد الفعل، هو قال يصبح فأنا قلت والله ليصبحن، قمت جايب اللام وجايب النون. يدعو، لأن عاوز كل الناس يا مستر أحمد كله معاه ورقة أو قلم عشان الفعل ده بقى والسؤال ده. يدعو، اجعل هذا الفعل مسندا إلى واو الجماعة مرة، ونون النسوة مرة أخرى، وزن الفعلين مبينا الفرق بين الواو. تعال بقى عشان الولاد بيتلخبطوا في دي، الرجال يدعون إلى الخير، وزن يدعون هنا هتبقى يفعون، أنا وزنها هو الواو هنا واو جماعة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، يبقى الرجال يدعون الخير وزنها يفعون، وقلت الواو هنا واو جماعة وتعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل. ولو طلب يا أستاذ حسن إعراب يدعون هنا هقول له فعل مضارع مرفوع بثبوت الايه، بثبوت النون، بس الواو هنا واو جماعة. النساء يدعون إلى الخير، يدعون هنا على وزن تفعلنا، يدعون على وزن تفعلنا، هم نفس الكتابة بس مش نفس النطق ونفس الوزن. طب الواو هنا، الواو هنا ده هو الفعل الأصلية مش واو جماعة، ده هو الفعل الأصلية، والمضارع هنا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، يبقى الفرق بين الواو والواو تاني، الواو الأولانية هي واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، إنما الواو التانية هي واو الفعل الأصلية، والمضارع اللي تحت ده مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طب لو قال له اعرب نون النسوة، نون النسوة طبعا ضمير مبني في محل رفع فاعل، يبقى الفرق بين الواو الأولى واو جماعة والتانية جماعة واو الفعل. أنا بقول النساء يدعون إلى الخير، النساء يدعون على وزن يفعلنا.
اكشف المعجم عن يؤدي وعن السلوك. أدى الهمزة والدال والياء والسلوك سلك السين واللام والكاف. وبحذر الطلبة اكتب المادة الأصلية واكتب بيكشف في باب كذا وفصل كذا مع مراعاة كذا، أو اعملها لي زي نموذج الإجابة ما تكتفيش بالمادة بس. اللي هيكتفي بالمادة هينقص درجة في الامتحان. ده كانت أهم أفكار البوكلت الثاني في عجالة سريعة، وبرضو في أفكار مهمة زي البوكلت الأول تماما. جميل جدا مستر محمد، ما شاء الله عليك أبدعت حبيبي، ربنا يبارك فيك. ومستر حسن جزار، يا ريت بقى عايزين لو في اي، لو الطالب اللي هو مش طالب عندك على مدار الموسم الدراسي وحابب ان هو يستفيد اكتر، قول لي على اكونتات معينه معايا الطالب يخش عليها بحيث يشوف كل المراجعات بتاعتك على اليوتيوب. طبعا هو اليوتيوب الاول، طبعا الاول الوزاره عامله المونيتور ده حاجه مهمه جدا بتقدم عليه، وفي اساتذه افاضل كتيره جدا على موقع وزاره التربيه والتعليم وبيقولوا نفس الكلام، وكلام اهم كمان من كلام، وكلام احسن مننا بكتير. لا شك ان ده اول مرجع للطلاب كلها. تاني حاجه لو هو عايز يدخل بقى يتفرج على الشرح والبوكلت، فصفحتنا طبعا على اليوتيوب او القناه على اليوتيوب باسم محمد السخاوي، بيكتب محمد السخاوي، هو يعمل سيرش محمد السخاوي بالعربي، فبيطلع له كل فيديوهات الشرح موجوده عليها، كل فيديوهات المراجعه ومراجعه ليله الامتحان بيلاقيها موجوده عليها. طبعا ده كل الطلبه اللي بتتابعنا، بحيث اللي عارف مستر محمد السخاوي كده ده يعتبر الاكثر مشاهده على اليوتيوب في جمهوريه مصر العربيه، مستر محمد السخاوي في اللغه العربيه. هنكتب بس على اليوتيوب مستر محمد السخاوي، هتظهر كل فيديوهات الشرح بتاعته بالنسبه له على مدار الموسم اللي الدراسي. وطبعا كان مشرفنا النهارده برضو في الحلقه مستر حسن الجزار، شرفتنا مستر حسن، كبير اخصائيين اللغه العربيه، ودينا كده بقى نبذه وتشويق للطلبه عن اللي هيحصل بكره. اللي هيحصل بكره ان احنا هنقول فرع فرع بقى، مش هنحل بوكلت معاهم، ولكن انا جاي بكره عشان استفساراتهم كلهم، وناخد كل مكالماتهم التليفونيه ونشوف بقى كل الاسئله اللي هم عاوزينها، ونعلق على كل فرع فرع بالترتيب. يعني التعبير اخر كلام نقراه في التعبير ايه، القصه اخر كلام نقراه في القصه ايه، ولكن هنقول اخر كلام، فمش هيكون في كلام بعد اخر كلام. يعني عايز الناس تلتزم بالحاجات دي كده كده، وما تضغطش علينا بكره في الحلقه. مستر احمد انا عارف انت بتخاف على الطلبه، كده كده الطلبه بتاعت حضرتك، التليفون بتاع حضرتك كان موجود على الشاشه حبيب. ده اللي عليه الواتساب، عليه الواتساب. جميل، يعني اي استفسارات تليفونات من الطلبه او تبعت لك اسئله عليها بحيث مثلا نرد عليهم بكره في الحلقه. تحت امر الناس كلها، وانا بطمن كل الناس احنا مطمنين ليه، عشان احنا من 2014 14 و15 و16 و17 و18 و19 ست سنوات متتاليه ما شفناش الغاز في امتحان العربي. اخر الغاز وطلاسم شفناها في الامتحان كانت 2013، والناس كانت زعلانه جدا، اللي كان جايب فيها جمع كلمه وحي، والكلمه دي كانت يعني هزت مصر كلها، كل الناس اتكلمت في الكلمه دي. اعتقد ده كان 2013، لازم يجي نسبه معينه فيها تميز بالنسبه. كان امتحان متميز جدا 2013، وكان امتحان قوي جدا، والطلبه سمعنا كتير من الشكاوى بعد الامتحان. يعني نقدر نقول للطلبه ادخلوا الامتحان وانتم مطمنين، وعايز الناس ما تضيعش وقتها، لو سمحتم ما تضيعوش وقتكم، ودايما تذاكر من مصدر واحد، لان تعدد المصادر بيعمل تشويش طبعا والتشتت رهيب جدا، انه يذاكر من اكتر من ملزمه، من اكتر من برنامج، من اكتر من موقع. لا شك ان ده بيعمل له تشتت كبير جدا، وده مش في صالح الطلبه دلوقتي. طب هل الطلبه نلحق في النهارده وبكره نوصل لحاجه؟ انت تلحق تعمل المعجزات، لان ربما الحاجات اللي انت بتذاكرها ومركز عليها تكون هي دي مضمون الامتحان والافكار بتاعت الامتحان، فالطالب يدخل يحل بسهوله. وان شاء الله في ظل الظروف اللي احنا بنعاني منها، احنا كلنا معاكم وواقفين معاكم قالبا وقلب، ما حدش يقلق من حاجه، وربنا يوفقكم ان شاء الله كلكم. في دقيقه واحده مستر حسن، تحب تقول ايه للطلبه؟ عايز اقول لهم يا ابنائي الطلبه، طلبة والطالبات، اطمئنوا، الامتحان ان شاء الله هيكون سهلي جدا، ما فيش اي غموض. نتمنى ذلك. ودي بتلاقي بعد حتى الامتحانات انا مش طلبه كتير جدا بيتصلوا بالاستاذ محمد وباركوا له، فرحانين جدا لان حلوا معانا الحاجات دي كلها مره واثنين. فان شاء الله انا اقول لكل الطلبه الامتحان هيكون سهل والنتيجه تطلع ممتازه جدا ان شاء الله، وكله فرحان ان شاء الله. ان شاء الله ما فيش مفاجآت باذن الله. والنحو برضه هم قلقانين من النحو، يقول لك هيجي 50 استخراج، يا ابني ما تقلقش ما فيش الكلام ده خالص، الناس بتوطرهم. ان شاء الله خير باذن الله، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. وفي انتظاركم ان شاء الله في الحلقات بتاعت بكره، وبنطمن الطلبه بتاعتنا ان شاء الله الامتحان كله هيبقى في المتناول، يعني برضه عشان الظروف الاستثنائيه اللي بتمر بها دول العالم كلها، وان شاء الله كله يعمل اللي عليه ويذاكر كويس، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله.
اشوفكم على خير دايما. شكرا مستر محمد، شكرا مستر حسن، شكرا شرفتونا. ربنا يبارك في حضرتك.